صباح الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل، صباح يوم جديد، صباح شهر جديد ان شاء الله يكون كله خير وبركه باذن الرحمن. قبل ما ابدا في اي حلقه ولا ابدا قبل ما ابدا في اي كلام، عايزه انعي اهالينا اللي في المنيا البقاء لله يا رب دايما، وربنا يرحمهم وان شاء الله يحتسبوا عند ربنا شهداء. ربنا يصبر زويهم ويصبر اهاليهم، ومش لاقي كلام اقوله، بس ما فيش اكتر من حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد، اي حد مهما كان هو مين، يستحل الدم ايا كان بقى، دم مسلم دم مسيحي، حسبي الله ونعم الوكيل، كلنا اخوات كلنا مصريين، وربنا يصبر اهاليهم يا رب. نرجع لحلقتنا، هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مفتقه، وهنعمل ان شاء الله الحلبه المعقوده، او الحلبه المعقوده هي المفتقه، هنعمل الحلبه المحوجه، وهنعمل كمان السحلب. اسبوعنا اسمه ايه؟ متعودين مع بعض ان احنا كل اسبوع او كل شهر بنسميه زي ما سمينا الشهر اللي فات شهر طلباتكم اوامر معنونه والسندباد. الشهر ده مقسمينه اسابيع. الاسبوع الاول بتاعنا اسمه اهلا بالشتاء. يعني ايه اهلا بالشتاء؟ يعني يا مرحب كده بالشتاء والجو السائع والجو البارد، جو تغيير الفصول، بالنهار حر تلاقي بالليل برد، بالصبح برد قوي. فهنشوف ايه الحاجات اللي تدفينا، ايه الحاجات اللي بنستقبل بيها فصل الشتاء، سواء اكل او مشروبات. مفتقه يعني شتاء، وشتاء يعني مفتقه. تخن تدي طاقه، الناس اللي بتعمل دايت يمتنعوا عنها خالص، يا اما لو من نفسهم بياكلوا لقمه او سندوتش صغير كده. الناس اللي رفيعه وعايزه تتخن انصحهم بالمفتقه، ومش اي مفتقه، المفتقه اللي احنا عاملينها النهارده معموله على اصولها، واللي هيثبت ان انا معموله على اصولها الاسكندرانيه والبورسعيديه، واكتر ناس كمان البورسعيديه لان هم اساس المفتقه. عندهم ما بيسموهاش مفتقه، عندهم بيسموها الحلاوه السوداء، ما بيسموهاش مفتقه، المفتقه دي هنا في القاهره، لكن هم يعرفوها اكتر بالحلاوه السوداء. هنشوف ايه بتتعمل ازاي على اصولها والطريقه الاصليه بتاعتها. هنشوف بيتحط لها ايه، هنشوف ايه اللي بيدينا القوام الحلو بتاعها، هنشوف ايه سبب او المكون اللي بيتحط لها بيدينا الزيت الاخضر اللي من فوق الوش ده. هنشوف حاجات كتير قوي النهارده عند عن المفتقه، وهنعمل الحلبه المطحونه. مش معنى الحلبه المطحونه اللي هي ان انا اجيب الحلبه واطحنها، لا، الحلبه المطحونه اللي هي تتحط مع المغات، بنجيب مغات وبنجيب بنجيب حلبه مطحونه او الحلبه المحوجه وبنحطهم على بعض عشان يديني علبه كوبايه مغات حلوه. ده اللي هنعمله النهارده. وهنعمل كمان السحلب البودر، هنعمله في البيت وهنشوف ايه اللي بنحطه ليه، وهنشوف كمان طريقه تقديم ليه جديده ومختلفه ان شاء الله تعجبكم. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي كده في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، وكل من ليه نبي يصلي عليه. هنبدا بايه؟ هنبدا بالمكونات، هتنزل معانا وهنشوف نصورها او نكتبها، وبعد كده نمسك مكون مكون نفصصه ونشوف هو عباره عن ايه. تنزل مقاديرنا يا جمل لو سمحت. صباح الفل الاول، صباح الهنا. نزل لي مقادير المفتقه، ممكن مقادير المفتقه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ايه؟ 3 كيلو عسل اسود، 5 معالق كبار حلبه مطحونه، حلبه مطحونه اللي هي الحلبه المحوجه اللي بنجيبها من عند العطار، 5 معالق كبار من المغات، كوبايه دقيق، معلقه صغيره ممسوحه من ملح الليمون، 3 معالق كبار حبه البركه، وب 10 جنيه كتيره. وهنشوف كده حاجه حاجه هنفصصها معانا تبقى عامله ازاي. تنزل الورقه الثانيه بتاعتنا بتاعه المكونات او المقادير بتاعتنا. معايا ايه تاني؟ احنا سايبينها شويه عشان حبايبنا اللي بيشتكوا ان المقادير بتتشال بسرعه. معايا ايه تاني؟ 6 حبه خضره، معايا معلقتين كبار كركم، معلقه صغيره صمغ طبيعي، كوبايتين سمسم متحمص، كوبايتين فول سوداني متحمص، وازازه زيت سندباد. ازازه زيت سندباد دي مقاديرنا. هنشيلها دلوقتي ونمسك كده مكون مكون ونتكلم عنه شويه قبل ما نعمل اي حاجه. الحله الالومنيا لو سمحتوا، الحله الالومنيا. نتكلم بقى في حاجه حاجه كده. 3 كيلو عسل، ليه 3 كيلو عسل؟ ما ينفعش اقل، لا ما ينفعش اقل، اقل حاجه 3 كيلو عسل. ليه؟ العسل بتاعنا لما يتحط في الحله هيتكثف وهي هي هيقل، وده مش الاساس بتاعها. الاساس بتاعها كمان ان احنا لو قللنا العسل، العسل احنا عايزه كميه مش اقل من 3 كيلو، لان لو حطينا اقل من كده هيتحرق معايا، ولو اتحرق معايا باظت المفتقه. فلازم يبقى 3 كيلو والحله تبقى كبيره علشان لما يغلي معايا ما تبقاش الحله صغيره ويفور. اقل حاجه 3 كيلو نعملها. 5 معالق كبار حلبه مطحونه اللي هي الحلبه المحوجه اللي احنا اصلا هنعملها النهارده، بس احنا واخدين منها 5 معالق.
خمس معالق كبار من المغات، كوبايه دقيق علشان تديني التقل اللي انا عايزاه، معلقه صغيره ملح ليمون علشان ما تسكرش لما اسيبها في البطرمان اسبوع شهر اتنين ما تسكرش معايا، انا عايزه كل معلقه اجي اكلها من البطرمان المفتقه اللي انا عاملاه يكون زي ما هو بقوامه اللي انا عملته قبل ما اتعمل. معايا ايه تاني؟ تلات معالق كبار حبه البركه، دي هنطحنها وهنحطها على الحلاوه السوداء بتاعتنا او المفتقه علشان تدينا طعم مميز. نيجي بقى دلوقتي عند حاجتين، الحاجتين دول انا مش جايباهم معايا النهارده بس لقيتيهم عند العطار يبقى خير وبركه جدا، اللي هم ايه؟ كتيره، اسمها كده كتيره، دي لو استخدمناها في المفتقه يبقى احنا ضمننا مفتقه مظبوطه 100%. الكتيره دي بنجيب على ال 3 كيلو عسل او ال 4 كيلو عسل بنجيب ب 10 جنيه من عند العطار وبننقعها في ميه، بس اهم حاجه لو احنا جبناها وهنستخدمها تتنقع مش اقل من 6 ساعات، 6 ساعات كاملين ممكن اكتر لكن مش اقل. هتلاقوها نفشت معانا بتتحط على المفتقه او الحلاوه السوداء بتظبطها كويس قوي. دي حاجه انا مش جايباها النهارده بصراحه لاني ما لقيتهاش عند العطار، بس ما تلزموش نفسكم بيها، لو مش موجوده برده هنعمل احلى مفتقه، لو موجوده يبقى عملنا احلى احلى مفتقه. عندي ايه تاني؟ عندي الحبه الخضراء، الحبه الخضراء دي بتتجاب برده من عند العطار، ست على ال 3 كيلو عسل بنجيب 6 حبات خضر، بناخد من مقدار الزيت اللتر اللي احنا واخدينه او اللي احنا مستخدمينه باخد كوبايه صغيره او ربع لتر، بحطه بروح منزله فيه الحبه الخضراء، بتلاقوها بعد كده نزلت زيت بصفيها وباخد الزيت ده بركنه على جنب، وبعد ما بخلص المفتقه خالص بروح حطاه وابدا اقلبه. بنجيب بطرمانات المفتقه من بره يا اما ما عليهاش الزيت الاخضر ده وعليها زيت ابيض عادي من بتاعنا، يا اما الزيت الاخضر، الزيت الاخضر ده يبقى هو محطوط لها حبه خضراء بيديها طعم حلو جدا. طب هي مش موجوده يا نونا، ولا هي ولا الكتيره، مش هنعمل مفتقه؟ لا هنعمل مفتقه وتطلع لنا ممتازه ان شاء الله. نيجي ايه تاني في مكوناتنا؟ عندي معلقتين كبار من الكركم، معلقه صغيره صمغ طبيعي، وادي الصمغ الطبيعي بتاعنا. انا هحط كده الحله على النار عشان عايزه احط عليها الزيت عشان يسخن، علشان انا عايزه الصمغ الطبيعي ده يسيح معايا، بيظبط لي قوام المفتقه قوي، ليه فوائد الدنيا والاخره. لو قعدنا نتكلم حلقه او اتنين او ثلاثه عن فوائد الصمغ العربي بس مش هنخلص، تمام؟ ففوائده كتيره وكويسه جدا، هنزلها لكم عندي على الصفحه ان شاء الله، وباذن الله هتنزل مع وصفه المفتقه فوائد الصمغ، وهتنزل ان شاء الله على صفحه بي ان سي. عندي ايه تاني؟ كوبايتين سمسم متحمص، هي والسوداني المفروض بيبقوا متحمصين وبنحطهم في الاخر خالص، مش عايزه سمسم ولا سوداني، وعايزه مكسرات عشان تديها قيمه غذائيه اكتر زي ما انت عايزه، ما بجبركيش ان انت تعملي حاجه. معايا ازازه زيت سندباد لتر اهي، والاساس بتاعنا حله الومنيا. لازم حله الومنيا؟ اه لازم حله الومنيا. ليه؟ حله الالومنيا المفتقه بتاعتنا محتاجه تقليب كتير، هنقلب فيها كتير قوي. لو اي حله من الحلل بتاعتنا اللي هي السيراميك او الجرانيت او التيفال او الكلام ده كله هتبدا ان هي تجرح ومش هتستحمل اللي احنا بنعمله. اهالينا وامهاتنا وجدودنا زمان ربنا يديهم الصحه او يرحم امواتنا يا رب، كانوا بيعملوا يا اما في حلل الومنيا يا اما في حلل نحاس. طبعا دلوقتي مفيش النحاس عشان غالي قوي، محدش بيشتريه اصلا، ما بقاش موجود، فهنستخدم الالومنيوم. ما عنديش حله الومنيوم، اشحت حله الومنيوم، انا النهارده شحت حله الومنيوم عشان اعمل فيها المفتقه. امهاتنا لو رحنا كده بيوت امهاتنا ودورنا ونعكشنا كده في المطابخ هنلاقي حله الالومنيوم كبيره تنفع للمفتقه. نيجي بقى دلوقتي نشتغل، قلنا الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده واحنا بنعمل المفتقه، نيجي نشتغل بقى كده بالراحه. ادي ازازه لتر زيت سندباد، دي بتبقى لتر كامل، في ازاز بتتباع عندنا كمان اللي هي لتر الا ربع 750. هنعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد لتر الا ربع، ادام ما عنديش حبه خضراء يبقى هاخد لتر الا ربع كده ماشي تمام. لا دي كده تمام، لو هستخدم الازازه اللي هي 750 يبقى هي هحطها كلها. هسيبه يسخن شويه، واول خطوه هعملها معايا ايه؟ ان انا هحط معايا الصمغ العربي علشان يسيح. مجرد ما يسيح ابدا احط بقيه مكوناتي. ايه هي بقيه مكوناتي؟ مش هبدا اشتغل في اي حاجه الا لما الزيت يسخن عندي. ليه؟ علشان يسيح معاه الصمغ. هجيب كده معلقه خشب او معلقه المونيا، انا النهارده بشتغل في حله المونيا يبقى متاح ليا ان انا اشتغل بمعلقه المونيا مش هتتجرح ولا حاجه. واروح حاطه الصمغ كده مع السخونية بتاعت الزيت، هبدأ ألاقيه إن هو بيسيح معايا، مع سخونية الزيت هبدأ ألاقيه بدأ إن هو يسيح. حاضر زي ما أنت عايز. طيب علشان ما نفضلش مستنيين وهو بيسيح معانا هطلع فاصل، هعمل إيه في الفاصل؟ هسيبه يسيح زي ما أنتوا شايفين أهو، هو
مش عارفه هو جاي معاك ولا لا يا جمل، بس هو زي ما انتوا شفتوه احنا حطيناه، وما نرجع من الفاصل هوريكم الزيت هتلاقوا ان هو ملهوش اثر، بدا يسيح معانا. هطلع فاصل صغير وهرجع من الفاصل نكمل المفتقه على اصولها على طريقه البورسعاديه الاصليه الحلاوه السوداء، ولسه عندي الحلبة المحوجة، ولسه عندي ان شاء الله السحلب، ولسه النهارده يوم السبت. اوعوا تنسوا معانا ضيفة جميلة مشرفانا من اسماعيلية، احلى تحية لاهل اسماعيلية، هتعمل لنا اكلة مشهورة بيها الاسماعيلية قوي، هنخليها لكم فجأة شوية صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حتة ومستنيكم. ورجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا تابعت الصمغ اللي احنا حطيناه في الزيت لحد ما سيح. دي حاجه. تاني حاجه عملت ايه؟ حطيت حبه البركه في طاسه على النار تتحمص شويه، علشان هشيلها من على النار دلوقتي وابدا ان انا اطحنها ناعم. والله عايزه تطحنيها من الاول خالص او عندك مطحون ما فيهاش اي مشكله. نشف المطحنه كويس قوي ما يبقاش فيها نقطه ميه، علشان تطلع لنا حبه البركه معانا مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. طحنت معايا كويس قوي بالشكل ده، تمام كده زي الفل. الزيت عندنا اتقدح وساح فيه الصمغ العربي، نبدا نعمل ايه؟ بصوا بقى مكوناتنا كده بالترتيب، انا عايزاهم يتحمروا معانا في الزيت. بسم الله. ادي المغيط وادي الحلبه وادي الكركم، عايزه كل ده كده يتحمر. بصوا شكله عامل ازاي وروايحه مش قادره اقول لكم. نحمر خالص كده، نجيب مضرب سلك علشان انا مش عايزه اي تكتلات في في المفتقه بتاعتنا. هحط ايه تاني؟ ادي الدقيق. بصوا انا حطيت الدقيق الاول في الزيت قبل ما احط العسل الاسود، علشان لو نزل بعد العسل الاسود هيروح مكلكع معايا. صباح الفل يا مدام احسان. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ صباح الخير يا شيخ. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. يا رب دايما. الله يكرمك. اموريني. كنت عايزه اسال حضرتك، كنت بتفرج على اليوتيوب على الجبنه الرومي بتاعت حلقه حضرتك، تمام. فما كانتش كامله، فمعرفتش هي بتتعمل ازاي، يعني انت حضرتك حطيتي بس اللبن ورشه ملح على النار. طيب انت اتفرجتي على الفيديو القديم ولا الفيديو اللي احنا لسه عاملينه من اسبوعين؟ لا الفيديو القديم. الفيديو القديم اللي هو نسبه مشاهدته مليون وشويه. اه تمام. لا اتفرجي على اللي من اسبوعين، اتفرجي على اللي من اسبوعين هتلاقيها كامله وهتلاقيها نزلت على اليوتيوب. ممكن بس تنزلي المقادير او تقولي الطريقه عشان بس نتفاصل عنها. حاضر حاضر حبيبتي، حاضر حاضر، عيوني ليكي. حاضر. طريقه الجبنه الرومي يا روان لو سمحتي. بصوا كده واحنا بنتكلم مدام احسان عملت ايه. الزيت طبعا سخن معانا ودايب فيه الصمغ العربي، حطيت الحلبه، حطيت المغيط، حطيت الدقيق، كل دوت انا فكيته بالمضرب السلك علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. حطيت حبه البركه، ناقص عندي ايه؟ اول حاجه هعملها هوطي النار وابدا احط العسل النحلي بتاع العسل الاسود بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحله تكون كبيره علشان مجرد ما نحطه ويبدا يغلي هيبدا ان هو، لو الحلة صغيرة هيبدأ يفور معنا. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده، ونبدأ نقلب كل شوية. ايدينا ما توقفش، ناخد العسل من الاسود كله كده بالشكل ده، ايدي ما توقفش عن التقليب. انا لسه كده عندي سمسم ولسه عندي سوداني ولسه عندي كمان الملح الليمون اللي هيخلي العسل بتاعنا ما يسكرش، او المفتقه بتاعتنا او الحلبه السوداء ما تسكرش معانا بالشكل ده كده. صباح الفل يا امل. صباح
صباح الخير. صباح الهنا. حضرتك عامله ايه؟ عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ تسلم ايديك على كل اللي بتقدميه. سلم عمرك يا رب. سلم عمرك، تسلمي لي. انا بكلمك بس عشان اصبح عليكي. صباحك هنا وسعاده حبيبتي. مخلينا عايزين حاجه. ربنا يبارك في عمرك يا رب، تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك. نورتيني باتصالك، يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا كده ايدينا ما تبطلش تقليب بالشكل ده. بصوا، عايزه كل حاجه تتخلط لما تتعمل وتغلي على النار. اديني هرجع اعلي تاني. ليه انا وطيت في الاول؟ علشان العسل ما يفورش ويبهدل لي الدنيا ويلسعني، تمام؟ لكن مجرد ما خلاص اهو كده رحت معليه النار تاني وايدي فيه. مع الغليان بتاع العسل هتبدا تبان معايا ملامح المفتقه شويه شويه. بصوا كده مع التقليب والغليان بتاع العسل هتبدا تبان معايا شويه شويه. مجرد ما تغلي معايا وابدا ان انا احس، بصوا العسل اهو لسه خفيف، مع الدقيق اللي احنا حاطينه مع المغات ومع الحلبه هيبدا الخليط يتقل معايا. لما يبدا يتقل معايا هبدا ان انا اروح نازله عليه بملح الليمون علشان ما يسكرش، وابدا احط السمسم والسودين. بصوا كده بدا ان هو يتقل من السخونيه. طبعا حاطين دقيق هيتقل كمان معانا بالشكل ده. سهله جدا وبسيطه، نمشي على المقدار مظبوط هيطلع معانا زي الفل. نمشي على الخطوات مظبوطه هتطلع معانا زي الفل. قلت لو عندنا الكتيره اللي هنجيبها من عند العطار، التلاتة كيلو او الاربعة كيلو عسل يتحط عليهم 10 كيلو كتير، تتحط 6 ساعات تتنقع، اقل حاجه 6 ساعات، لو اكتر من كده مش مشكله علشان تدينا مفتقه مظبوطه. الحبه الخضراء او النواشه، اسمها حبه خضراء او نواشه، بنحطها في ربع كوبايه زيت او ربع لتر زيت، كوبايه زيت او ربع كوبايه، وبنسيبها على النار يا دوب ان هي تغلي شويه او الزيت يسخن، تروح منزله لونها ونبدا نضيفها للمفتقه في الاخر خالص علشان تدينا لون الزيت الاخضر اللي بيبقى على الوش. خدت مننا وقت؟ ما خدتش مننا وقت، المشكله كلها هتبقى دلوقتي في التقليب عشان تتقل معانا. حله ألمونيا عشان تستحمل معانا وتطلع لنا مفتقه مظبوطه، اكتر من كده مش عايزه. هتطلع معانا زي الفل وهنشوف شكلها لما تتقل معانا هتبقى عامله ازاي. هركن الفول السوداني كده وهركن السمسم واركن ملح الليمون على جنب واشيل حواليا وهطلع فاصل. اجيب ايه في الفاصل او نعمل ايه في الفاصل؟ نجيب مكونات الحلبه المطحونه بتاعتنا او الحلبه المحوجه ونشوف هنعملها ازاي وكمشروب، ونعمل كمان معانا السحلب ونشوف اما نعمله مشروب هنقدمه ازاي. شويه صغيرين وراجعين، هعمل في الفاصل كل اللي هعمله، هقلب المفتقه بتاعتنا او الحلبه السوداء او الحلاوه السوداء. ترجعوا لي بعد الفاصل نكمل حلقتنا. شويه صغيرين وراجعين، وما تروحوا في اي حته، مستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه والله، على حطت ايديكم. ساعتها وانا عماله بقلب في الحلاوه السوداء او المفتقه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. مجرد ما يبدا يسخن العسل بتاعنا على النار هتبدا تتقل معانا، ونبدا نحط لها السمسم والعسل وملح الليمون بالشكل ده كده. على ما يبدا يسخن، الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني ان انا اسيبها كده شوية على ما اعمل حاجة تانية ان هي على ما تسخن. مجرد ما تبدأ تسخن وابدأ الاقي يغلي العسل معايا ويبدأ يعمل زي فقاقيع او ان هو يبان ان هو معايا بيغلي كده، هبدأ ساعتها ما ينفعش ان انا ابطل ايدي منها. هاجي دلوقتي لايه؟ للحلبة المطحونة او الحلبة المحوجة اللي بنجيبها من عند العطار، وبنجيبها ساعة المغات علشان نقولك ايه، اصل مغات صافي غالي قوي 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 قوي. الناس اللي داخلين على ولادة ربنا يقومهم بالسلامه يا رب، فاكيد لما جم يشتروا الحاجه بتاعتهم او لسه هيشتروها هيلاقوه غالي جدا. والمغات بصراحه ما ينفعش يتعمل في البيت. ليه؟ حاجته كتير، حاجته غاليه قوي، مش موجود، دي حاجه. تاني حاجه، فاحنا بنجيب المغات من بره، بس بنزوده ازاي او بنكتر الكميه بتاعته ازاي؟ يقول لك ايه، حط مثلا كيلو حلبه عليها نص مغات، حط كيلو حلبه عليه ربع مغات، على حسب مقدره كل واحد. فاحنا النهارده هنعمل حل الحلبه اللي هي المحوجه او المطحونه، وبعد كده نشوف هنضيف لها المغات ازاي. عندي ايه في المكونات بتاعتي؟ انا جايبه المكونات بتاعتي النهارده كلها سليمه علشان ان انا عايزه احمصها. اما احمصها هتطلع روايحها، لما احمصها هتطلع الزيوت اللي فيها، الزيوت اللي فيها هتحافظ عليها بعد كده لما اجي اشيلها في بطرمان او احفظها. مقاديري نزلت على الشاشه بتقول ان انا معايا كوبايه حلبه حصى،
عايزه تجيبيها. طب هنقول المقادير كلها علشان تتشال من على الشاشه، وبعد كده نقول مكون ايه هو. كوبايه حلبة حصى، معلقتين كبار شمر، معلقتين كبار ينسون، معلقتين كبار كراويه، وربع كوبايه نشا. مش عايزه حاجه تانية. ده الاساس بتاع الحلبة المحوجه. لما نيجي بقى نعمل كوبايه الحلبة اللي احنا عايزينها او كوبايه المشروب الحلبة المحوجه، هنستخدم ايه؟ هنستخدم معلقتين كبار من الحلبة اللي احنا هنعملها، ومعاهم معلقه كبيره او معلقتين كبار سمنه بلدي وميه وسكر. ما ينفعش تعمل بغير سمنه بلدي، هي اساسيها سمنه بلدي. الواحده كده لما بيكون والده كده، او الواحد لما بيكون في الشتاء عايز حاجه تقويه، حاجه تتخنه، حاجه تديله دفى، هي اساسيها سمنه بلدي. عشان نشم ريحتها، عشان نستطعم طعمها، لازم سمنه بلدي. هنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ قبل اي حاجه نمسك مكون. قلت ان انا عايزه كوبايه كبيره او كوبايتين، كوبايه حلبة حصى. هتجيب الحلبة الحصى تغسليها وتنضفيها وتنشفيها عندك وتطحنيها كنبه زي ما انت عايزه. مش عايزه تعملي العمله دي وعايزه توفري على نفسك، بس عايزه تعملي الحلبة المحوجه في البيت، يبقى هتجيبي الحلبة المطحونه من عند العطار جاهزه موجوده وزي الفل. بس اهم حاجه يكون عطار عليه سحب كتير علشان تبقى الحاجه عنده طازه واول باول. عندي ايه دلوقتي؟ انا جايباها النهارده اهي، كوبايه حلبة مطحونه، عندي شمر، وعندي ينسون، وعندي كراويه، كله مع بعضه كده في طاسه من غير اي مواد دهنيه، يتحمص، يطلع لي روايحه، يطلع لي الزيوت اللي فيه عشان يطلع الرطوبه اللي فيه، علشان بعد كده لما اجي ان انا احطه في البطرمان يفضل معايا ولا يجيله رطوبه ولا يسوس ولا اي حاجه. هتتحمص، مجرد ما تبدا ان هي تطلع الروايح بتاعتها هسيبها تهدى شويه، وبعد كده اضربها في الكبه. انا شايفه ان العسل عندي بدا ان هو، او المفتقة بدأت ان هي من النص كده، انا مش عارفة هي جاية معاكم ولا لأ، بدأت ان هي تبين لي ان هي بتغلي. مجرد ما تعمل كده ابدأ اقلب كل شوية، اقلب لحد ما تتقل معايا. هل ده القوام بتاع العسل اللي انا كنت اول ما حطيته؟ لا طبعا، تقلت معايا شوية. هسيبها كده وارجع اللي انا بعمله. ريحة الكراوية مع اليانسون مع الشمر هايلة بالشكل ده. تتحمص من غير ما تتحرق، عشان لو اتحرقت هتدينا مرارة. انا عايزة بس ان هي تشم النار وتطلع الروايح بتاعتها، بس مش اكتر من كده. هبدأ دلوقتي كده اقلب فيها عشان اطلع بس السخونية بتاعتها. عندي الكبة موجودة، الكبة عندي تمام وزي الفل، وهتطلع لي الحاجة مطحونة كويس. ماشي، شكة فيها ان هي ممكن تعملها معايا ويبقى في حاجات مطحونة وحاجات مش مطحونة، يبقى هطحنها كويس قوي، وابدأ اجيب مصفى سلك صغيرة وابدأ اصفيها، علشان لما اجي احطها في المشروب ما تبقاش ان هي فيها حاجات مش مطحونه وتقف في بقي، ودي حاجه ما بتبقاش مستحبه خالص. الشكل ده كده. صباح الفل يا عبد الغني. السلام عليكم، ازيك يا ابله؟ ازاي حضرتك يا استاذ عبد الغني، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالف صحه وخير يا رب. تسلمي، ربنا يجعلك كده مناره للاسلام يا رب، ويصلح حالك يا رب، وفكر الخير. انا طالب منك طلب. 10 طلبات امرني. الله يخليك، أنا عايز مساعدة من حضرتك، لأن أنا فقير، وبعدين يعني ما محتاج يعني. طب أستأذنك سيب رقمك مع روان وأهل الخير اللي سامعيننا، لو يقدر حد يساعد يتصل بينا على أرقام القناة، وإحنا إن شاء الله اللي في إيدينا بإذن الله نقدر نعمله، هنعمله، إحنا ما بنتأخرش على حد. ربنا يصلح حالك وحالنا جميعا يا رب. نرجع للمفتقة، بدأ لونها يغير، بدأت إن هي تغلي، بدأت إن هي تتقل. كل شويه مش عايزه انساها. ليه؟ عشان لو لزقت في قعر الحله او في ارضيه الحله واتحرقت معانا ما بقتش مفتقه. لازم العسل اوعوا يتحرق معاكم. نيجي هنا للحلبه، نبدا نطحن. بسم الله. نشوفها كده محتاجة ان هي تتنخل ولا بودر. ريحتها فظيعة، هي لسه خشنة شوية، ممكن ان احنا نمشي عليها الكبة على ما نقلل في المفتقة بتاعتنا. بسم الله. الكراوية والشمر واليانسون وهم كمان متحمصين فظاع. بصوا الخليط بقى عندي عامل ازاي.
شك فيه ممكن انخله، لو انا شك ان هو فيه حبيبات لسه ما اتنخلتش ممكن انخله، يا اما هضربه تاني، بس انا شايفه ان هو بالنسبه لي كده تمام قوي. بصوا كده هنحط كل دول كده بعد ما حمصناهم وطحناهم بالشكل ده، هبدا احط عليهم الكركم، هبدا احط عليهم الحلبه. كوبايه الحلبه اللي انا حطها بعد ما اتطحنت طبعا بتديني اكتر من كوبايه، فانا هاخد 3 ارباع الكميه اللي معايا. ليه؟ كتر الحلبه عن المقدار اللي احنا حاطينه بتاع بقيه المكونات لو كترت بتمرر، لو كترت بتمرر. خلوا بالكم اللي انا بقوله عشان ما حدش يجي يعملها بعد كده ويلاقيها مرره يقول نونا عملت الحاجه وطلعت مش كويسه. فخلوا بالكم الحاجات اللي انا بقولها وان شاء الله باذن الله تظبط معاك وتطلع زي الفل. كده اهو ادي النشا علشان يدينا القوام اللي احنا نجيبه من بره بالشكل ده كده. ريحتها ما شاء الله هايله. طب حد هيقول لي نونا الحلبه دي غير اللي بنجيبها من بره، احنا لما بنجيب الحلبه المحوجه من بره روان، استاذنك بولة حلبه من الجاهزه اللي احنا جايبينها من عند العطار. بصوا الفرق اللون ده، هنشوف دلوقتي اللي احنا جايبينها من عند العطار. بصوا اللون ده وهوريكم اللون اللي احنا جايبينه من بره. اللون اللي احنا جايبينه من بره بيبقى افتح اصفر فاتح قوي. طب ايه السبب في كده؟ اولا لون الكركم بيبقى فاتح، في كركم غامق وفي كركم فاتح. الكركم اللي معايا اللي انا مستخدماه غامق، فممكن ده اللي يكون مغمق لي الحلبه بتاعتنا. حاجه تانية، هو ممكن يكون حاطط نشا اكتر، ممكن يكون مش محمص الاعشاب بتاعته او مش محمص الكراويه واليانسون والشمر. بصوا كده الفرق بين ده وبين ده، ده اللي بنجيبه من بره وده اللي انا عاملاه. ده مستخدم فيه كركم فاتح، مستخدم فيه نشا كتير، عشان مجرد ما تحطي معلقه او اتنين وتحمره تنزلي بالميه تلاقيه راح متقل معاكي، ساعتها بقى تروحي مزوده ميه كتير عشان يديكي المعلقتين ثلاثه، يدوكي اربع خمس كوبايات او 6 كوبايات كمان. لكن احنا الفرق بين اللي احنا بنجيبه من بره واللي احنا بنعمله في البيت ان احنا عايزين حاجه على اصولها. نشم ده، مش ريحه حلبه ولا يمت باي صله للحلبه اللي احنا بنعملها او اللي انا عاملاها النهارده. نشم ده هايل، ومش بقول كده عشان انا اللي عاملاه، لا بقول كده عشان ريحه الكراويه واليانسون والشمر اللي احنا عاملينه طالع منه زي الفل، والحلبه اللي احنا طحنينها على ايدينا او جايبينها مطحونه من العطار طالعه منه زي الفل. يبقى ادي الفرق بين اللي احنا هنجيبها من بره وبين اللي احنا عاملينها على ايدينا. علشان نعمل مشروب الحلبه، انا عايزه اقول لكم المفتقه بتغلي، قوامها بيتقل معايا، ماشيه ما شاء الله عليها زي العسل يعني. نيجي كده نجيب هنا حله صغيره كده، وعندي ايه؟ عندي السمنه البلدي وعندي السكر طبعا حسب التحليه، وادي الميه. ده اللي انا محتاجاه علشان اعمل كوبايه مغات او كوبايتين مغات زي ما انا عايزه. نعمل كده. طيب ماشي، نفضيها في بوله نشوفها علشان كمان نشوف برضو الفرق بينها وبين اللي احنا جايبينها جاهزه من عند العطار. صدقوني ريحتها هايله. احط هنا كده معلقتين زبده او سمنه بلدي فلاحي. بصوا لو ينفع يا جمال تجيب لي شكل المفتقه، بتسيح معانا كويس قوي، بتفور. طيب شايف ان هي بتغلي؟ لا هي مش عايزه، انا مش عايزاها تفور عايزاها تبان ان هي بتغلي معانا. مش عارفه اجيبها لك ازاي. بصوا لونها بدا ان هو يعمل ازاي. نبدا نقلب، ما تزهقوش من حته او تملوا بموضوع التقليب ده علشان ناخد حاجه كويسه، حاجه مضمونه ما يبقاش هدرنا المكونات بتاعتنا. بصوا ما شاء الله عليها ريحتها. ايه رايك في ريحتها يا ابراهيم؟ تجنن صح؟ بالشكل ده كده. نسيبها، نيجي الناحيه الثانيه. السمنه البلدي بتاعتنا اهي، نجيب معلقه بسبتشوله كده وناخد من اللي احنا عاملينها. هناخد حلبه من اللي احنا عاملينها، مجرد السمنه كده ما تتقدح معانا. نجيب مضرب علشان تتحط.
اتحمر معايا كويس، اتقدحت السمنة معايا الناحية التانية المفتقة بتغلي، هعمل كده بسم الله معلقة واحدة. بصوا انا ما خدتش غير معلقة واحدة كبيرة. صباح الفل يا حنين، واعمل كده تتحمر معايا، ومعايا الناحية التانية المية في ايدي. صباح الفل يا حنين. صباح النور يا شيخ. صباح الهنا والجمال على عيونك، عاملة ايه؟ الحمد لله، والله انا بحبك قوي. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب، تحرمش منك ويخليكي. انا عاوزة رقمك الشخصي. خديه من روان عيوني. ليكي اي طلبات تانية؟ شكرا يا شيخ، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده، خلوا بالكم ان هي بتتقل علشان احنا حاطين فيها نشا وحاطين فيها حلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخدوا بالكم برضو ان انا ايديا شغالة في المفتقة كمان علشان ما ينفعش انساها بالشكل ده كده. ما تملوش من التقليب وتقولوا لا تعبنا، لا مفيش حاجة اسمها تعبنا، المهم هناخد بعد كده نتيجة مضمونة وحاجة كويسة جدا. ناقصني ايه دلوقتي في الحلبة بتاعتنا؟ ان انا هسكر، يعني ممكن على الكوبايه دي ممكن احط كده معلقه ونص. خلوا بالكم ان هي وهي على النار هتتقل تاني، عايزين تزودوا ميه ماشي، مش عايزين تزودوا ميه زي ما حضراتكم عايزين. وخلوا بالكم ان هي حتى لو خفيفه وبتتصب في الكوبايات وبتتساب شويه على ما بتبرد بتتقل تاني، فخلوا بالكم من الموضوع ده عشان بعد كده لما تيجوا تشربوها بصحه وهنا يا رب تبقى معاكم مظبوطه. حاضر، هطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ هقلب الحلبة بتاعتنا شوية على النار وهفضل اقلب في المفتقة، ونرجع من الفاصل نعمل السحلب البودر ونشوف هنقدمه ازاي. اوعوا تروحوا في اي حتة، ومستنياكم بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ قلبت الحلبه بتاعتنا اللي على النار، صبيتها في كوبايه وحطيتها، مجرد ما تهدى شويه كده من السخونيه هتبداوا تلاقوها تقلت، وادي الحلبه اللي احنا عملناها. قللوا الحلبه المطحونه، مقدار الحلبه الحصى اللي احنا عاملينها اللي هي الكوبايه بعد ما بتتطحن نقلل منها شويه، يعني ممكن كمان نحط نص كوبايه او كوبايه الا ربع. ليه؟ علشان ما تلاقوهاش ممرره زياده على باقي المقادير وتقولوا لونا بوظت الوصفه. نهدي الحلبه اللي هي الحصى بعد ما بتتطحن اقل من الكوبايه اللي احنا حطيناها في المقدار. المفتقه بتاعتنا لسه، ما تستعجلوهاش بالشكل ده كده اهو. غلوتين كمان وهبدا احط عليها ملح الليمون واحط عليها السمسم والسودين. نيجي بقى دلوقتي لحاجه مهمه قوي، مفيش بيت في مصر او في العالم كله في الشتاء، مش هنقول في العالم كله عشان ممكن الدول الاجنبيه ما تكونش عارفاه اصلا، احنا بنتكلم على الدول العربيه بتاعتنا ومصر. السحلب زي المفتقه كده، المشروب الرسمي للشتاء، وبنشربه في الصيف بس في الشتاء اكتر عشان بيدي سخونيه وبيدي دفى وبيدي طاقه. هنعمله النهارده على ايدينا بمقادير سهله وبسيطه جدا، وموجوده ان شاء الله في كل بيت عندكم الخير كله يا رب. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ معايا كوبايه حليب بودر، هتنزل على الشاشه ونتكلم عن مقدار مقدار اول ما تنزل. تنزل على الشاشه. كوباية حليب بودر، معايا كوباية رز بودر جايباه جاهز وموجود عندي عند العطار. ماشي، ما عنديش، هنشوف هنعمله ازاي. مقاديري بتقول كوباية حليب بودر هي كوباية نعاير بيها كوباية رز بودر، معلقة كبيرة فانيليا بودر، نص كوباية نشا من نفس الكوباية، كوباية سكر بودر. عايزة حاجة تاني؟ لا مش عايزة حاجة تاني، الحمد لله قوي على كده. تاني، اتنين اربعة خمس مكونات بيكونوا لي بودر السحلب بتاعنا، وكلهم بودر. ليه الرز؟ طب ما انا حاطه نشا، الرز بيدي تقل كويس قوي للسحلب. ربنا يحفظنا من اللي بيحصل بره ونعمل الحاجه كلها على ايدينا. بيجيبوا كيلو الرز اللي هو بتاع التموين، حقكم عليا بس لازم اقول لكم، يعني بيجيبوا كيلو رز التموين اللي بيستخدموه بقى في القهاوي. سيبوكم الاكياس اللي بيوريها لكم ان هي مرصوصه قدامهم وياخدوا يعملوا الكلام ده كله، لا. بيجيبوا كيلو رز التموين يغسلوه ويفركوا منه، يفركوا منه الترابه بتاعته عشان طبعا بيبقى لونه غامق شويه، وبيسيبوه ينشف. تمام، بعد كده بيطحنوه في المطحنه الكبيره ينزل بودر خالص، يطحنوا وينخلوا ويطحنوا وينخلوا ينزل بودر خالص. تمام، في نوعين من انواع السحلب اللي بيتعملوا بره، يا الرز بيبقى كتير قوي وهو اللي غالب على النشا، وفي كل الاحوال سواء الرز هو اللي غالب على النشا او النشا هي اللي غالبه على الرز
في كل الاحوال بيتقل معانا. تلاقي القهوجي طبعا ما بيحطش الحليب صافي، حط كوبايه حليب او هي كوبايه حليب على لتر ميه، كوبايه حليب على لتر ميه ومعاها معلقتين ثلاثه سحلب، ويقول لك ده انا عندي سحلب في منتهى الجمال، ويحط على الوش شويه الزبيب وشويه السوداني ولا جوز الهند وخلاص بقى عامل لك سحلب في منتهى الجمال. وما شاء الله اجوازتنا واخواتنا اللي بيقعدوا على القهاوي او في الكافيهات بيشربوا، ويقول لك ده انا شربت سحلب ما يعلم بالله ربنا، ما فيش زيه، ده انتوا ما تعرفوش تعملوا زيه. لا معلش بقى حقك عليا في الكلمتين اللي هقولهم، انتوا اللي ما بتعرفوش تستطعموا. يعني ايه ما بتعرفوش تستطعموا؟ يعني اي حاجه بتتقدم لكم بشكل كويس خلاص هي دي اللي بقت 100 100، لو دورنا على الاساس بتاعها مش هتاكلوها ولا تحطوها في بقكم. مش بقطع ارزاق حد، بس انا بتكلم في الصح، بتكلم في المفيد لبيتنا ولاولادنا ولجوازتنا ولاخواتنا. مش معنى ان هم بيقضوا 3 ارباع اليوم بره يبقى ان احنا ما نهتمش هم بياكلوا ايه ولا بيشربوا ايه. هنعمله في البيت كل حاجه بودر على ايدينا. عايزين بقى نطعمه، يعني لما يقول لك ايه ده انا اكلت شربت سحلب بره في الكافيه اللي مثلا مش زي القهوه اللي مثلا المشروب بيبقى ب 8 جنيه ولا ب 10 جنيه، الكافيه مثلا هيديه لك ب 25 او ب 30، ده ممكن يكون عامل ايه؟ يكون حاطط ايه؟ على نفس الكميه اللي بيحطها معلقتين كريم شانتيه من البودر، يديله طعم احلى، يديله تطعيمه. لو هو الكافيه الفايف ستار ممكن يروح فاتح لك عليه علبه كريمه ومش ليك انت لوحدك، على اللتر او اللتر ونص ميه اللي بيبقى عاملهم، بيديك تطعيمه احلى، بيخليك تحس ان انت بتاكل حاجه ولا بتشرب حاجه مش هتاكلها ولا تشربها بره. غير بقى التزيين والبرزنتيشن والجرنشه اللي بتتعمل في الاخر دي عشان تفتح نفسك ما تبصش حتى لطعم الحاجه. هنعمله النهارده، رغيت كتير بس الرغي بتاعي النهارده مهم عشان يوضح لنا حاجات كتير قوي. كل اللي هنعمله هحط كل المكونات على بعضها، الرز لو ما عنديش رز مطحون مع انه بقى موجود دلوقتي في كل مكان، ما عنديش رز مطحون هروح جايبه شويه رز غسلاهم ومصفياهم كويس قوي منشفاهم حلو قوي قدام المروحه واروح طحناهم في المطحنه بتاعه التوابل. بس بعد ما اغسل مطحنه التوابل كويس يا اما احط فيها لقمه علشان تاخد لي الروايح بتاعه التوابل كلها، يا اما لو في مطحنه السكر زي ما انتوا عايزين. احط مكوناتي كلها كده، ادي الفانيليا، عايزه اكتر فانيليا مش هتعمل لي اي مشكله بالعكس هتديني روايح حلو. بقى عندي بودر السحلب في البيت، صعب مش صعب، حاطه نشا وحاطه رز والرز اكتر من نشا ليه؟ علشان يديني التقل اللي انا عايزاه ويديني طعم كويس. انا مش عايزه اسيب المفتقه لان هي هبصوا بقى كده شكلها بدا يختلف خالص عن ما كانت محطوطه. بصوا حتى وانا بقلبها بتغلي في اللحظه دي اللي وانا طول ما انا حتى بقلب فيها اهي هي بتغلي، العسل كده وصل معانا لدرجه سخونه تمام. هحط ايه؟ بصوا كده لما احط ملح الليمون هتبدا ان هي زي اكنها تحسوا ان هي هتفور شويه كده، بس لا هو مع التقليب علشان ندوب ملح الليمون تمام قوي معانا بالشكل ده. فاضل لي ايه؟ فاضل لي سمسم وادي سوداني، وابدا اقلب علشان معالم المفتقه تظهر قدامي بالشكل ده. ريحتها هايله جدا، بصوا عامله ازاي. في بقى ناس اللي بتعملها للبيت، يعني اللي احنا عاملينه ده ممكن تعملوه تبيعوا منه وتعملوا منه مشروع يبقى معانا زي الفل وربنا يرزق الجميع يا رب. في ناس بقى من اللي هي بتعملها علشان البيت وبس، ما بتبيعش او بتوزع منها او الكلام ده كله، بتستبدل السوداني والسمسم اللي احنا حاطينه ده بمكسرات بندق وعين جمل زي ما انتوا عايزين، ياخد غلوتين معانا وخلاص على كده. ممكن نسيب السوداني والسمسم ده علشان التزيين في الاخر خالص على وش البطرمان او على وش البوله. السحلب معانا كده كويس، هعمل ايه؟ هنطلع فاصل، هرجع من الفاصل هعمل ايه؟ اجيب الحليب وابدا اعمل السحلب بتاعنا ونشوف هيتقل معانا بسهوله ازاي عشان احنا حاطين فيه رز بودر وحاطين فيه نشا والسكر طبعا ساعد العمايل على طول. وهنشوف هنقدمه النهارده بشكل مختلف زي الكافيهات الكبيره اللي بتضحك بيها على جوازتنا وعلى اخواتنا. هنشوف ده كله بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم.
رجعنا من الفاصل بس راجعه لكم باحلى مفاجاه معايا مروه ابو كيفو. جميله من جميلات اسماعيليه. تعيشي الله يخليكي. نورتي، سعلي صوتك عشان هم يسمعوكي. حاضر، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. منوراني النهارده، وهتعمل اكله اسماعيليه اسماعيلويه. الاسماعيلويه مشهورين بالسمك. سمك، وهو عموما يعني السواحل كلهم مشهورين بالسمك. بورسعيد، اسماعيليه، اسكندريه مشهورين بالسمك. بس مروه النهارده حبت تقدم لنا حاجه اسمها مدفونه السمك، بس هي ما يعني هي عصريه شويه، محرفه فيها. هي يعني عاملاها على ذوقها. عاملنا على ذوقنا وعلى العصر اللي احنا فيه دلوقتي. احنا عاملينها برز بسمتي. تمام. وهعملها بسمك فيليه. اول حاجه سمك البلطي العادي. سمك بلطي. انا قصدي ان يكون السمك البلطي او الشبار زي ما بنقول عندنا. تمام. علشان يعني في متناول الايد الجميع. مظبوط. وافضل ان انا اعمل منه فليه بدل اللي بشتريه مستورد، مش طعمه مش حلو قوي. حلو قوي الحته دي. هي بقى هنا دي انا بستخدمه عشان كده، ست البيت اللي هي بتبقى عايزه ان هي حاجه البلدي يوكل. بتحرمش منك. المقادير بتاعتنا تنزل على الشاشه، بس وهي المقادير بتاعتنا نازله على الشاشه، مروه هنا حاطه زيت. حاطه زيت وحاطه بصل. المفروض تتحمر، مش هسيبها تدبل يعني، بس عشان الوقت. عايز تتحمر تاخد لون. هي هتاخد لون، تصفر. تمام. او تبقى حمرا شويه. تمام. وبعدين هضيف عليها كل المكونات. ماشي. تمام. على ما البصلايه تتحمر، مروه هتوريكم طريقه خلي السمك في البيت. أولا علشان نطلع منه الفيليه. بدل ما نشتريه من بره. بالظبط. مقاديرنا على الشاشه، وفي نفس الوقت هنشوف مروه وهي بتخلي السمك. طيب اولا انا عايزه سكينه صغيره تكون حاميه، ومعايا السمكه تكون طازه. انا هاجي من هنا من عند الزعنفه دي كده، من هنا. تمام. وهبتدي اعلم واقطعها لحد ما اوصل لحته طريه هنا. السكينه تكون حاميه والسمكه تكون طازه. وهنا برضو بعمل علامه، وعند الزعنفه دي بعمل علامه. هنشوف سكينه شويه جامده. هاجي من دي، من هنا، وهوصل بيها لاخر الديل. وانا طبعا هنا خلاص مخلصاها، هبدا احط ايدي في دي كده واطلع الفيليه بتاعي. انا هساعدك واقلب انا البصلايه على ما هم يشوفوا معاكي السمكيه وهي تتخيل. طبعا انا هنا حاطه سامعه صوت السكينه ضربه في العظم، يبقى انا كده ماشيه مظبوط. بالنسبه للبواقي اللي هتفيد من في العظم دي انا مش هرميها. العظم ده انا مش هرميه، هنستخدمه شوربه، شوربه سي فود، او ممكن استخدمها دلوقتي نسقي بيها السمك. نسقي بيها السمك. حلو قوي. بدل الميه. تمام. نسقي بيها الرز. نسقي بيها الرز. ايوه اهي طلعت السمكه معايا. ادي اول قطعة معايا، اول شريحة معانا اهي. وهي بالجلد بتاع، عايزة تشيليه اوكي، مش عايزة خلاص. بس انا بفضل اسيبها بيها، بتعمل شكل حلو، وممكن اعملها بدقيق كريسبي برضو. تمام. ده لو هيتقلي اللي هو كده، لكن ينفع في مدفونة الرز برضو زي ما هو. بتاعه. تمام. تمام. هجيب الجزء التاني، الناحية التانية بتكون شوية يعني صعبة، مش عايزة اقول صعبة، بس هي بتاخد شغل اكتر. علشان تحت خلاص مفيش حاجة محملة عليها. تمام. اجي برضو عند السلسلة من ورا اهي، وادي طرف السمكة من تحت أو الديل، بخلصها بالراحة خالص بجوزة سكينة. هي مروة هي شغالة بتوريكم إن هي بتخلي السمك. أنا كنت عملت إيه في الفاصل؟ حطيت الحليب بتاعنا وحطيت عليه معلقتين أو ثلاث معالق من السحلب، وتقل معايا بالشكل ده. هزوده شوية مية عشان أنا مش عايزاه بالتقل ده، على ما مروة تخلص السمكية بتاعتها. بسم الله. أهي خدها من هنا كده. صباح الفل يا فاطمة. صباح النور. ازيك شيف؟ عامله ايه؟ صباح الهنا والجمال على عيونك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله بحب حضرتك قوي قوي. تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. تسلمي. مش عارفه اوصل لحضرتك خالص، اول مره دلوقتي وصلت لحضرتك. يا حبيبتي نورتيني والله. يعني هي ممكن يكون الخرطوط هي اللي مشغوله شويه، بس حقك عليا، معلش نورتيني يا بطوط. ربنا يخليكي. تسلمي لي حبيبتي. ربنا يخليكي. بتابعك على طول والله، بحبك قوي يا حبيبتي. نورني ومتابعتك. شكرا على كل الحاجات اللي حضرتك بتعمليها. ما تحرمش منك. انت عندك قد ايه يا بطه؟ انا عندي 14. ما شاء الله عليكي يا حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ونشوفك احلى عروسه في الدنيا ان شاء الله. ربنا يخليكي يا رب. تسلمي لي حبيبتي. بشكر الانسه اللي مع حضرتك النهارده. الانسه؟ انسه ميرسي. بصي بصي الانسكاح على وشها عمل ازاي. بحبك قوي. هي كده حبيتك جدا قوي. عموما نورتيني يا بطوط، ويعني بجد بسطتينا. انا بسطتيني انا بصراحه شخصيا. دلوقتي انا هحط الطماطم. البصلايه اتحمرت، خدت لون شويه، راحت مروه حاطه عليها طماطم.
وهحط برضو الفلفل الوان. هي كل مكوناتها ورا بعض يعني مش بتاخد وقت معايا. انا هفضي حواليكي. بعد البصله ما اتحمرت احنا حطينا عليها الطماطم وباقي المكونات. تمام. انا هبتدي احط الثوم الشرايح عشان يعمل ريحه. تمام. الثوم الشرايح بيدي ريحه وبيدي كمان تطعيمه حلوه قوي مع السمك. بيبقى تحفه. ولو في كرفس كمان بيبقى حلو قوي. واو. بيغير اصلا كرفس مجرى طعم الاكل خالص يعني. كله هيتشوح تشويحه بسيطه وخفيفه كده. تمام. والرز اصلا سلقينه نص سلقه. نص سلقه لان السمك مش هيستحمل سوى رز البلدي. تمام. لو انا هعمل ببلدي هعمل على اساس الصياديه القديمه اللي هي البني. بالظبط. لكن احنا بقى عاملين حاجه عصريه. احنا عاملين حاجه عصريه شويه. مروه وهي بتحط مكوناتها انا حطيت السحلب في كاستين زي ما انتم شايفين كده، وبحاول ان انا اعملهم بشكل مختلف او اقدم بشكل مختلف. بصوا كده ايه رايك؟ زي العسل. جميل. حاجه بتعمليها جميل. احنا لما بنروح بره ناخد ال ناخد ال نروح اي كافيه بيبقوا حاطين حاجات كده شكلها غريب ما نبقاش عارفين ايه هي، بس اهم حاجه ان هي ايه ياخدوا مني 50 60 جنيه في كاس زي ده. صح. فاحنا النهارده بتعمل والله في البيت احلى كتير. انا جايه على عندهم وعامله حاجه في البيت عشان لا جميله كل حاجات الجديده وجميله يعني. تسلمي لي يا حبيبتي، ما تتحرمش منك. واحنا بنزين كده مروه حطت جزر على بحط في قاعده الحله، بحط البصل الاول وبعدين طماطم واي خضار عايزاه، حتى لو فلفل شرايح زي ما في الوصفه برده هنا موجوده. طب ده بيدي نكهه للوصفه ولا بيدي علشان نكهه وبيحمي الطبقه من تحت علشان تمام. السمك اصلا مش محتاج سوى كتير. بالظبط. ولا الرز كمان مسلوق مش محتاج سوى كتير. تمام. ده السحلب بتاعنا. ايه رايك؟ جميل ما شاء الله. جميل. تسلم ايدك. ده بنجيبه بره من الكافيه ب 60 جنيه الكاس الصغير ده، ما تكلفش معايا حوالي ايه 3 جنيه صح؟ ممكن 3 5 جنيه. 5 جنيه. خليها 5 جنيه عشان 3 جنيه اقول لك مفيش حاجه ب 3 جنيه دلوقتي. وعاملينه في ايدينا. لا ما شاء الله جميل. ايه الشكل ده؟ حاضر ثواني يا جمال اديني بس ثانيه. حطينا التوابل بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ هحط التوابل عباره عن بابريكا وكركم، مش هحط كاري مش بحبه، والتوابل بتاعت الكاري خلاص موجوده. تمام. جنزبيل ملح، واللي حابب ان هو يحط بقى حاجه الروزماري او حاجه ثانيه هو حر. حسب ما انتم عايزين. دي الاكله اللي كل واحد ليه توابل معينه بيحبها يحطها معاه. انا هحط شرايح فلفل حامي. الله عليكي الله عليكي عشان هو ده اللي كده بدات الدنيا تظبط جدا. كده فاضل ايه يا مروه؟ كده فاضل لنا الرز. كده فاضل ان هاخد حبه من الخلطه دي. تمام. هي اصلا يعني مش مستاهله مش مستحمله. هاخد هاخد ده ممكن تتغمز عيش كده. اهو والله ممكن تتغمز كده. بصوا كده التتبيل الصوص ده. استاذنك يا جمال هنا عشان اختم لك. الصوص ده جزء من التتبيله اللي مروه عاملاها، بس هي هنا مغمقه البصلايه زياده. مغمقاها زياده. البصله كبيره على النار. أيوة. مقطعها كبير. تمام. حاضر يا جمال اديني دقيق. خلاص هنا مش دقيق دقيقه واحده. حطينا في الارضيه شرايح بصل وطماطم، حطينا جزء من التتبيله، وبعدين هحط نص الرز. تمام. اهو كفايه كده. تمام. ومفروض نحط شرايح السمك. حطها بقى كده. ما بنتبلهاش يا مروه؟ هي المفروض يعني بتاخد من التتبيله دي هحط عليها تاني. تمام. بس انت لو عايزه تتبليها بره وعايزه تديها تشويحه على النار بحبه دقيق اوكي. حلو قوي. تمام. يعني احنا بس عشان وقتنا كذا اختيار. اصلا سمك الفيل ده هطلع منه كمان كفته. تمام. او بونبوني السمك، دي وصفه برده جميله جدا وبقى ننزلها على السمك. طلع منها ايه؟ بونبوني السمك. بونبوني السمك. طب تمام. خلوا بالكم ان ممكن نجيب مروه تاني اصلا عشان تعمل لنا بونبوني السمك. والوقت هحط انا هزود كمان تتبيلة عشان انا عايزه الطبقه اللي تحت يكون لونها اصفر. تمام. والطبقه اللي فوق هتكون بيضه زي ما هي، ما تسالنيش ازاي هي هتطلع كده. زي قدره ايه؟ ايوه بالظبط. هي حتى الرز ما شاء الله عليكم. بصوا كده انا عايزه اجيب دول هنا اصلا ملهاش لازمه يعني، احنا هنحطها كلها. بصوا كده دي مدفونه السمك اللي عاملاها مروه قبل الهوا وجايباها معاها بالشكل ده. يعني هي شكلها اصلا وريحتها عايزه اقول لكم ريحتها هايله تفتح النفس من غير اي حاجه. ودي ده الصوص اللي هي كانت عاملاه وجابت منه جزء برضو اهو، وادي السمك الفيليه اللي هي خلياه. انا خليته وعملت فيليه بالبيض وبالبقسماط، وممكن تشوحيه عادي زي ما انت عايزه. زي ما انت هنا عايز. انا احط بس اقل من نص كوبايه ميه.
وهغطي 10 دقايق واوطي عليه وهي خلاص استوت. لان كده كده اصلا الرز بتاعنا مستوي. مستوي نورتيني يا مروه بجد هايله. اللي مخليني كمان مستغربه ان الوصفه ما خدتش مننا وقت. لا ما خدتش وقت هي والفيليه كمان مش بياخد وقت. مروه ما شاء الله عليها خلت الفيليه في ثواني ما نقولش مش هنقول كمان دقايق. عملت لنا مدفونه السمك بطريقه هايله جدا. يا دوب نحط عليها نص كوبايه ميه نسوي السمك بس ونكمرها يعني نغطيها كويس قوي. الصوص بتاعنا حلو. الصوص ده ممكن كمان اعمل منه سمك السنجاري المشوي في البيت احشيه يعني من جوه. لو انا ما عملتش ده لو انا ما عملتوش فيليه كده السمكيه نفسها زي ما هي هحشيها بنفس الصوص ده. تمام. طعم روعه غير اللي احنا عاملينه كمان. نورتيني. تسلمي انا مبسوطه جدا. الصغيرين دول انا اسعد حبيبتي نورتيني ونورتي البلد يوكل نورتي القاهره عشان انت من اسماعيليه. انا اصلا من القاهره بس عايشه في اسماعيليه وانا مبسوطه برضو ان انا معاكي يعني مش قادره اقول لك قد ايه حبيبتي. ما تحرمش منك نورتيني. دي كانت حلقتنا النهارده واتمنى تكون عجبتكم. عملنا المفتقه وعملنا الحلبه المحوجه وعملنا السحلب وشفنا نقدم السحلب ازاي والمفتقه على اصولها ازاي وعملنا مفاجاه حلقتنا كانت مع مروة أبو كيف وعملت لنا مدفونة السمك وإزاي خلينا السمك وإزاي عاملين صوص جنبيه ريحتهم ما شاء الله عليهم. جربوهم وعملوهم وبعتوا لي التطبيقات عشان أوريها لمروة على صفحتنا. أتمنى أشوفكم بكرة في حلقة جديدة من بلد زيوكل وأسبوع أهلا بالشتاء مع وصفات جديدة إن شاء الله تحبوها. أسيبكم في حفظ الله وأقول لكم السلام عليكم. باي باي.